السلام علیکم و رحمۃ اللہ کل کتنے ہیں یہاں اس وقت متکفین اٹھارہ سترہ ہاں ایک رہ گئے تھے تو یہاں زیادہ کراؤڈنگ تو نہیں ہو گئی یہاں سترہ کی وجہ سے بھائی امیر صاحب کا ہیں ہمارے جی ٹھیک ٹھاک ہے

مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وأبناؤكم

لقد تحدثنا حول هذه الآية كثيراً، ولا يزال عندي بعض الكلام. هناك أمور لا تزال قيد البحث، ولكن لا أريد الكلام فيها الآن، بل سأتناولها عندما يأتي الجواب عنها من المركز، لأنها بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق. وعندما يأتي الجواب عنها، سوف أتناولها ثانية في وقت مناسب. ومن الأمور التي قد تم التحقيق بشأنها حديث تناولته أمس، حيث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نصيب الحفيد بكذا، وكنت أثرت بعض الأسئلة بشأن هذا الحديث من حيث الدراية، حيث قلت إن فيه إشكالات يستحيل معها إصدار فتوى في معاملات الناس مع اليقين بأن هذا ما اراده الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ان القران قد اولى حقوق الناس عنايه كبيره وذكر الاحكام بشانها بوضوح تام واما الحديث الذي يكتنفه الغموض والابهام فلا نستطيع ان نبني عليه ونصدر الحكم في معاملات الناس حتى ولو كان في صحيح البخاري أو في أي مصدر آخر، ومهما كان قوي السند. هذا هو الموقف الذي اتخذته، ولكن يبدو أن العلماء في ربوة لم يفهموا قصدي، ولعلهم ظنوا أنني أنتقد هذا الحديث سنداً ورواية، مع أنني لم أقل ذلك، وإنما انتقدته متناً ودراية. لقد ارسل الي هؤلاء روايات من مصادر اخرى دعما لحديث البخاري هذا وقالوا انه موجود في البخاري وابي داود وابن ماجه والترمذي والدارمي والطحاوي والدارقطني وبصيغه واحده تقريبا فقد بعثوا الي بهذه المعلومات دليلا على صحه هذا الحديث وقالوا إنه حديث قوي حتى إنه ذكرته المصادر الهامة كلها فكيف يمكن أن ننتقده ونقول إن في متنه غموضا وإشكالا روايات کے لحاظ سے ایک حدیث قطعی طور صحيح ثابت ہو جائے تو اس باوجود درایت کا فأقول في الجواب: إن انتقاد الحديث من حيث الرواية شيء آخر، فحتى لو كان صحيحاً وقوياً من حيث الرواية، فلا بد من فحصه دراية، والأمر هنا يتعلق بحقوق الناس، وإن إصدار فتوى شرعية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم سيؤثر في حقوقهم إلى يوم القيامة، لقد أمرنا الشرع بأخذ الحيطة القصوى في المعاملات حيث إنه يأمرنا في حادث الزنا بوجوب أربعة شهداء يشهدون على أنهم رأوا وقوعه بكيفية لا تكون إلا في حالات استثنائية جدا، وإن لم يؤت بأربعة شهداء يشهدون مع هذه الشروط، فيعد المتهمون كاذبين ومفترين. ويضرب كل منهم ثمانين جلدة، فالقرآن قد احتاط بشأن حقوق الناس ومعاملاتهم وصحة الشهادات بما لا نظير له في أي نظام للعدل في العالم، لأن ارتكاب هذه الفعلة بهذه الكيفية نادر جدا. لذلك قلما يمكن تطبيق حد الزنا في الحالات العادية، اللهم إلا إذا كان هناك زنات لا حياء عندهم مطلقا فمن ناحيه قد حث القران الكريم على اتخاذ الحيطه لهذه الدرجه بشان حقوق العباد ومعاملاتهم ومن ناحيه اخرى نجد حديثا صحيحا يكتنفه الغموض والابهام فكيف يحق لاحد ان يتخذ بناء على هذا الحديث قرارا بشان معاملات الناس غاضا الطرف عما عم في هذا الحديث من غموض وإبهام فهذا عندي مناف للقرآن الكريم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تو پھر ان کو نظر انداز کر کے اس کو ایک جاری فیصلے کے طور پر امت میں معاملات میں رائج کرنا میرے نزدیک قرآنی مسالے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے یہ بحث تھی جو میں نے کل شیرین تھی لكن معلوم هو نہیں ہو هذا هو الأمر الذي أثرته أمس ولكني لم أستطع تبيان ذلك جيدا على ما يبدو لذا سأقوم بإيضاح قولي مرة أخرى فأقول في هذه الرواية إشكالات كثيرة يجب ألا توجد في الشهادات القانونية القطعية فمثلا قد ورد في هذه الروايه سئل ابو موسى عن نصيب البنت والحفيده والاخت في الارث السؤال هنا من ساله وما هي الخلفيه التي اضطر فيها السائل الى توجيه هذا السؤال ومعلوم ان استخدام صيغه المجهول يضعف الروايه لان الغموض يهدف الى اخفاء بعض الامور وصيغه المجهول لا تنفع في سن القوانين وتحديد الحقوق، فما الحرج أن يذكر الراوي من ذا الذي وجه هذا السؤال إلى أبي موسى؟ وما الحرج في أن يخبر عن خلفية هذا السؤال؟ وهل حصل الحادث مع أقارب الراوي أم مع غيرهم؟ لم يذكر في الرواية أي شيء من هذا، وكل الروايات المماثلة الأخرى التي استخرجها العلماء من ربوه من كتب الحديث الاخرى خاليه من هذا التوضيح مما يعني ان شخصا روى هذا للامام البخاري وما دام البخاري قبل رواياته بعد فحصها طبقا لقواعد الروايه فسجلها غيره من المحدثين ايضا في كتبهم من دون فحصها بانفسهم فكانهم قالوا رجل الفيل فيها كل الارجل فلن تتغير الحقيقه شيئا حتى ولو وردت هذه الروايه في خمسين من كتب الحديث لان الروايه الاصليه هي للبخاري والباقون اخذوها اتباعا له فيما يتعلق بالسند فارى ان البخاري لو ذكر روايه فما يضرنا شيء لو لم يذكرها اي من المحدثين الاخرين لان سند البخاري قوي وذو ثقل دوما ولكن لا نناقشها سندا وروايه وانما نناقشها متنا ودرايه نقول لقد قيل هنا ان ابا موسى سئل فمن السائل وفي اي مناسبه سال لم يذكر شيء عن ذلك مع ان تحديد هذه الامور ضروري في مثل هذه القضايا والامر الثاني هو ان ابا موسى اجابه النصف للبنت والنصف للاخت ثم قال له: اذهب واسأل ابن عباس عما إذا كانت فتواي صحيحة أم لا. وحول هذه الجزئية هناك اختلاف بين رواية البخاري والروايات الواردة في المصادر الأخرى، إذ تذكر الأخرى أن السائل لم يذهب إلى ابن عباس بل ذهب إلى غيره، فأشار عليه هذا الآخر أيضا بالذهاب إلى ابن عباس رضي الله عنه هذا سهون، فالمسؤول هو عبد الله بن مسعود في رواية البخاري وغيره اب آگے فیصلہ سنیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا فیصلہ دے چکے ہیں السؤال هنا لماذا تردد هذا في الذهاب الى ابن عباس؟ فلعله كان يريد تحقيق هدف معين. هذا الاختلاف والغموض في الروايات يضعف هذا الحديث درايه ولو كان قوي السند، واسمعوا ما يقال بعده. يقال ان ابن عباس قال للسائل هذا ما افتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يذكر اي تفاصيل عن هذا القرار ولا عن خلفيته. ثم انه ينسب اصدار هذا القرار الى الرسول صلى الله عليه وسلم باسلوب لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اسلوب الفقهاء وقد كان في زمن متاخر جدا. لقد قلت من قبل يذكر ابن عباس رضي الله عنهما القرارات النبويه عموما مع خلفيتها مشيرا الى ملابساتها وظروفها ولكنه لا يذكر هنا اي خلفيه ولا ملابسات لهذا القرار المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان هذا ليس من اسلوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما الفتوى التي صدرت فهي حسب الراوي النصف للبنت والحفيد السدس لكي يتم توزيع الثلث الباقي كاملا وفقرة لكي يتم توزيع الثلث الباقي كاملة هي التي أقول عنها إنها ليست من أساليب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو كان فلا تنحل المشكلة أيضا لأن ابن مسعود لم يبين في أي واقع وخلفية أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قراره هذا فالأمر صار مشكوكا فيه ويبدو أن صاحب مصلحة ما يريد إخفاء حقيقة الأمر إذ لا يذكر من ذا الذي سأل أبا موسى ولا من هذا الذي عرض مشكلته على النبي صلى الله عليه وسلم فأصدر هذا القرار، ولو انه ذكر اسمه لقام علماء الحديث الاخرون الذين بذلوا جهودا كبيره من اجل فحص الروايات بتحري الامر ورفضوا هذه الروايه منذ البدايه، قائلين: لم يحدث حادث كهذا قط، فكيف نصدق هذه الفتوى؟ فهناك محاوله لكتمان الحقيقه منذ البدايه وبعدها ايضا على ما يبدو اذ ليست الروايه محدده منذ البدايه وهذه هي الجزئيه الثانيه التي انتقدتها متنا لا سندا والجزئيه الثالثه اهم مما سبق وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هنا نصيب الحفيده السؤال هنا هل هو اكتفى بذكر الحفيد من دون الحفيد، وبدون أن يذكر حادثًا معينًا وخلفية محددة لهذا القرار؟ إذا كان قد ذكر الحفيد بدون أي حادث معين، فلما لم يذكر الحفيد أيضًا؟ إذ كان قصده ذكر المسألة الفقهية عمومًا بأن الحفيد يرث، فهذا يخالف القرآن الكريم. ولو كان الحفيد أو الحفيدة يرث لأفتى بذلك جميع الفقهاء، ولقلنا: أولاً كان على الجد أن يوصي بحق الحفيد، وإذا لم يوصي فنتصرف بماله وكأنه قد أوصى بحق الحفيد، ولاخذ الحفيد أو الحفيد الثلث كاملاً. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوزع هكذا. هذا لا يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا الذي أقول. أعني إذا لم يقم الجد بالوصية بحق الحفيد أو الحفيدة، فنوزع الإرث معتبرين، وكأن الجد أوصى بحقه، وفي هذه الحالة سيأخذ الحفيد أو الحفيدة الثلث، وإذا كانت هناك أكثر من حفيدة

<applause> 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 أما الأدلة التي اخترعها العلماء بحقها فلا يمكن أن تؤثر هنا، إذ يحاولون هذه الأيام إقرار حق الحفيد والحفيدة في الإرث بحجتين اثنتين أولاهما: لقد افترضوا أن القرآن يعلن أنه لو كان ابن المتوفى حيا لورثه، ولو ورث اولاد ابنه تو, تو یہاں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فتوا دے ہی نہیں رہے کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ پوتا زندہ ہوتا تبھی پوتی بنتی بیٹا زندہ ہوتا تب ہی بیٹی بننی تھی اس کے بغیر ہی بیٹی بن جانی تھی اگر بیٹا زندہ ہوتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتوہ ہونا چاہیے تھا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتي بذلك هنا اذ لو كان الابن حيا لقال صلى الله عليه وسلم لا خصام في هذه الحاله اتوا الابن الثلثين والبنت الثلث اما اولاد هذه البنت او الابن فيرثونه عند وفاته فعلا لا خصام ولا جدال اذ لو توفي احد وكان ابنه قد مات قبله وله حفيدة منه فلا نصيب لها لأنها لا ترث مال جدها مباشرة بل تأخذه من خلال أبيها وما دام أبوها قد مات بدون أن يرث أباه فليس لها من إرث جدها شيء وإذا ورثه ابنه فيأخذ الثلثين لا فيجب توزيع الثلثين إذا

ولكن مبدأهم هذا لا ينطبق هنا بل يكون الضد ذلك انه اذا كان الحفيد او الحفيده يرثان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحجه التي يسنون بها قانون توريث الحفيد اليوم في مختلف البلاد الاسلاميه حيث يقولون كان فرضا على المتوفى ان يوصي بحق الحفيد او الحفيده ولانه لم يقم بذلك فنعتبر وكأنه قام بذلك لأنه لو حاول مخالفة هذا الأمر في حياته لأكرهه لا القانون الإسلامي على الوصية في حق الحفيد إلى حد الثلث فقد أخذت البنت الربع آده، آده، تو في هذه الرواية ورد أن المتوفى ترك وراءه بنتا وأختا وحفيدة مع أنها لا تذكر من مات ومن كان جدا لهؤلاء البنات ومن كان أبا لهن ومع ذلك فلنفترض أن حادثا كهذا قد وقع وفي هذه الحالة سيكون للبنت النصف حسب الشرع

کیونکہ وہ اکیلی ہے اگر وہ اکیلی اکیلے بھی کوئی پتہ نہیں اگر اکیلی ہے تو اس کا پھر ایک بٹا دو بٹا تین کا آدھا اس کو ملنا چاہیے نام سوری ایک بٹا تین ٹوٹل کا ٹوٹل کے ایک بٹا تین کا آدھا اس کو ملنا چاہیے کیوں اس لیے کہ بیٹی اگر فو رہ جائے تو ایک بٹا تین اس کو ملنا چاہیے اس کو نصف

وبقي النصف، أليس كذلك؟ فلو افترضنا أن المتوفى قد أوصى بحق الحفيدة فهي تأخذ الثلث، فهمتم؟ ولكن ظهرت هنا مشكلة أخرى، وهي أن البنت لا تأخذ أكثر من نصف الثلث، والباقي تأخذه الأخت التي قد أخذت النصف من قبل، حيث ترث لسبب بنت أخيها بے تعلق ہے کل جائیداد کا ایک بٹا تین بیٹی کو دینے کی بجائے کل جائیداد کے ایک بٹا تین کا ایک بٹا دو بیٹی کو ملے گا ٹھیک ہے اور باقی اس کی بہن کو جائے گا جس کو پہلے آدھا مل چکا ہے اس لیے کہ اس دفعہ وہ ورثہ اپنی بھتیجی سے پا رہی ہوگی سمجھے کہ نہیں

لا تزال على بعض الوجوه علامات الاستفهام، وما دام الجالسون أمامي لا يفهمون قولي، فكيف يفهمه الغائبون عن أنظاري؟ حسنا، أشرح لكم ثانية هناك إمكانيتان في الشرع لتوريث الحفيدة، أولاهما أن يكون والدها حياً وقت وفاة جدها، فيرث فترث من هذا المال عند وفاة والدها، ولكن لو كان الأمر كذلك لما كانت أي مشكلة، ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن المتوفى حياً لأخذ الثلثين، وتأخذ بنته الثلث ولم يبقَ شيء. ولم ينشأ السؤال حول توريث الحفيد أو الحفيدة، ذلك أن الابن والبنت ما داما قد أخذا الإرث كله، فماذا يبقى حتى يوزع على الحفيدة، وبالتالي لا مجال لتوريثها. والإمكانية الثانية لتوريث الحفيد أو الحفيدة شرعاً هي ما يقول به الفقهاء حيث يقولون سنعتبر أن الجد قد أوصى بحق الحفيد، ولكن بأي دليل يعتبرون ذلك؟ لا يقدمون دليلهم عليه، يقولون سوف نعتبر ذلك هكذا. إذا كان الجد لم يقم بالوصية بحق الحفيد، فسوف نعتبر أنه قد أوصى بحقه وسنجعله وارثًا لا محالة. كان عليه أن يوصي، وإذا لم يوصي فهذا ذنبه، لا ذنبنا. أمرهم غريب ويشبه طرفة أحد الأفغان الذي قال للمسؤول مفتلا شاربيه يجب أن تزيد في راتبي فقال إذا لم أزد فماذا ستفعل قال ماذا سأفعل سوى قال ماذا سأفعل سوى أنني لن أفتل شاربي فهذه معاملات جادة لا يمكن تناولها بهذا الاسلوب غير الجاد. القرآن يذكر هنا انصبة الورثة ولكنهم يزعمون كأن القرآن يقول: أيها الناس أوصوا بحق الحفداء والحفيدات بثلث إرثكم وإذا لم توصوا بهذا فلا بأس سنعطيهم الثلث في كل حال. السؤال هنا ما دامت الوصية بحقهم أو عدمها سيان، فلماذا يأمر الله تعالى بها أصلا؟ إنهم يريدون سن قانون لإعطاء الحفيد نصيبا من الإرث، زاعمين وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قد تصرف في هذه القضية بما يماثل فتوى فقهاء هذا العصر، فلم يمنح المتوفى حق الوصية، بل منحه للقانون، حيث قال سواء أأوصى الموصي أم لم يوصي. بحق الحفيد فإننا نعتبر وكأنه قد أوصى بحقه. ولكن الواقع أنه لو كان شيء من هذه الوصية في بال الرسول صلى الله عليه وسلم لتحدث عنها في القضية المذكورة في هذه الرواية ولسأل ما إذا كان المتوفى قد قام بالوصية أم لا. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل فهذا اشكال اخر في هذه الروايه، مما يعني انه صلى الله عليه وسلم كان على علم بحادث معين وكان لقوله خلفيه معينه، والا لقال نعم اني اعلم ان المتوفى لم يقم بالوصيه ولكننا نعتبر وكأنه قد قام بها ولما كان بامكانه ان يوصي بحق الحفيد حتى الثلث لذا سنعطيها الثلث. ولكن المشكلة هنا أن الحفيدة لا يمكن أن تأخذ الثلث كاملة، لأن القاعدة الأخرى عن الوصية تقول أن المتوفى لو ترك بنتا فهي تأخذ النصف، ولا يكون لها نصيب فيما تبقى إلا إذا قال الفقهاء بالعمل بمبدأ الرد. المذكور سلفا أي أن الوارث لو أخذ نصيبه المحدد في القرآن ومع ذلك بقي هناك مال بدون توزيع فيرد إلى هذا الوارث ثانية ولكن النصف للبنت لا شك في ذلك أما إذا كان هناك ورث آخرون فهي لا تأخذ أكثر من ذلك لأنهم يأخذون النصف الباقي واضح ایک بڑے تین باقی رہ گیا ہے اس کا آدھا مل سکتا ہے اس کو صرف اس حد تک تو بات ٹھیک کہ اس کو ایک بیٹا چھ ملے گا کیوں جی مگر باقی پھر اس مرنے اس لڑکی کے دادا کی بہن کو نہیں مل سکتا <تصح> یہ جو فرمایا گیا ہے هذا ما يقوله هؤلاء وهو مخالف للقرآن الكریم ولا يدعمه ای حکم من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یا ترى تمکنهم ازالت هذا الاشکال واضح ہوگی بات یہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت اب ابن مسعود نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تھا کہ ایک بٹا اچھے بیٹی اس کو دے دیا جائے پوتی کو باقي يقولون ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتا بان الحفيدة تأخذ السدس والباقي تأخذه البنت ولكن الحفيدة لا ترث ما لم يفترض ان المتوفى قد قام بالوصية بحق ابيها ولو افترض ذلك لا تكون الوصية بأكثر من الثلث، فتأخذ البنت السدس ولا اعتراض على ذلك، ولكن السدس الباقي لا يرجع إلى أخت جدها، وإنما يرجع إلى أخت أبيها، فيرجع في الحقيقة إلى التي أخذت النصف، إذ ليس هناك سلم يوصل إلى الجد. أعني أن الشرع لم يقدم هذا السلم الذي يصل به نصيب الحفيدة إلى أخت جدها. <applause> هذا هو الإبهام والإشكال الذي يجعل هذا الحديث غير صالح لأخذ القرار القطعي، إننا لا نأخذ إلا الحديث الذي فيه قرار واضح قطعي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فيه ولا ابهام، ولا بد من العمل بقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول قولا فيه اشكال وغموض، لذا يبدو ان الراوي اراد اخفاء بعض الامور، فلا يبين الحقيقه كما ينبغي. لو كان الامر واضحا جليا تمكنا من الاستنباط منه بامعان الفكر فيه ولكن كيف نستنبط حكما من روايه كل شيء فيها مبهم ومستور لا ندري ما حدث فعلا فلا يجوز القول ان الروايه ما دامت قويه السند فلا بد من اخذها وان اختل نظام الوصيه والوراثه كله ان الذين يريدون ان يقبلوها فليقبلوها ولكن لا بد لهم في هذه الحالة أن يقبلوا بكل ما هو من قبيل هذه الروايات التي وردت في البخاري وغيره من المصادر التي يشيرون إليها وهي روايات لو قبلناها لملأت الإسلام بالتناقضات والحق أن العلماء لا يقبلونها وعلى الأقل إن العلماء الأحمديين سيرفضونها قائلين إن أحدا لا بد أنه قد تلاعب بها وقد قلت من قبل ان هذا هو الطريق المعوج الذي جادل به المشايخ المعارضون سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حول وفاه المسيح عليه السلام وحياته اذ قالوا له مره بعد اخرى مشيرا الى بعض الروايات اليس هذا الحديث صحيحا فقال عليه السلام لهم نعم هذا الحديث من البخاري وهو صحيح ايضا ولكنه صحيح سندا لا درايه بمعنى أن الذي جمع هذا الحديث في كتابه وجده صحيحا، أي لم يجد فيه عيبا من حيث مبادئ الرواية. أما صحة الحديث متنا ودراية فهذه تعرف إذا لم يكن معارضا للقرآن ولا متنافيا مع باقي الأحاديث الصحيحة. ولما كان قبول الأحاديث التي يحاول بها المشايخ الدلالة على صحة عقيدتهم بحياة المسيح عليه السلام، بمكر واحتيال سيؤدي الى تناقضات صارخه فاتخذ المسيح الموعود عليه السلام هذا الموقف بينما كان المشايخ لا يبرحون يقولون هذا حديث صحيح خداعا للقوم الذين كانوا لا يعرفون الفرق بين الحديث الصحيح روايه والحديث الصحيح درايه فمثلا ان كل حديث في البخاري صحيح روايه وسندا ولابد ان نقول بصحته من حيث الروايه ولكن هل كل حديث في البخاري صحيح متنا وموضوعا حيث لا نجد مناصا من قبوله كما هو هذا هو السؤال ومن قال بذلك فلا بد له من اعتبار ابراهيم عليه السلام كاذبا اذ ورد في البخاري انه كذب ثلاث مرات على الاقل مع ان القران الكريم يضرب به المثل في الصدق ويعلن انه كان صديقا نبيا سورة مريم الايه الواحدة والأربعون وإذا اعتبر هذا النبي العظيم كاذبا لم يبق للصدق قيمة ولا معنى. هذا هو علم الدراية التي أركز عليه، فمن ناحية نجد مثل هذه الروايات التي تتنافى مع مكانة النبي التي وصف بها، ومن ناحية أخرى نجد المشايخ يريدون المبالغة في التمسك بحرفية هذه الروايات مغمضي العيون، مما سيؤدي إلى الإخلال بنظام الإسلام كله، حيث لا يمكن إصلاحه إسلام من جگة جگة لذا فمن المبادئ الاساسيه انه اذا كان الحديث صحيحا سندا وروايه ولم يتعارض مفهومه مع القران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاحاديث الصحيحه الاخرى فلا يحق لاحد رفضه باي حجه أما إذا كان الحديث متعارضا مع ما سبق فلا بد من فحصه على محك الدراية دفاعا عن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم التي منحه الله إياها ودفاعا عن الإعلان القرآني الصريح لا تناقض بين النواميس الكونية التي خلقها الله تعالى والقرآن الكريم كما لا تعارض بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم فمثل هذه الرواية لابد لنا من فحصه من حيث الدراية دفاعا عن هذا المبدأ الأصيل القطعي الأبدي ونقول لأنها تؤدي إلى فساد كبير فلن نأخذ بها ولن نقبل حجتهم بأنها قوية السند فلا حرج في الأخذ بها ولو أدى ذلك إلى الخلل في الإسلام

مع بذل كل ما في وسعي في تبيان ما اريد، فتأتيني الرسائل من بعضهم كيف قلت كيت وكيت؟ فأجيب متى قلت هذا؟ وإنما قلت كذا، فاسمع ما قلت مرة أخرى، وصاحب الرسالة هذا يكون رجلا صادقا لا يكذب، فبوسعه اليوم أن يستوضح مني عما أشكل عليه من قولي، ولكن متى كان المرء في تلك الأيام قادرا على أن يسأل صاحب القول عما أراد؟ فمثلا لو لم اسأل اليوم عما اقول لصار قولي الذي فهم خطأ روايه تتناقلها ألسنة الناس وتنشرها ويمكنكم ان تتصوروا مدى المفاسد الناتجه عن ذلك فقيسوا الامر على ما يحدث اليوم لتعرفوا مدى صحه هذه المرويات. لقد روى صحابه المسيح الموعود رضوان الله عليهم ما راوا او سمعوا منه في حياته. ولكنك تجد في رواياتهم اختلافا واضحا في بعض الاحيان، مما يشكل في بعض الامور خطرا لا يستهان به، وعلى سبيل المثال قد سجل حضره ميرزا بشير احمد رضي الله عنه في كتابه سيره المهدي روايه لحضره قاضي محمد يوسف رضي الله عنه، ومكانته العلميه والروحانيه اسمى من اي نقاش وجدال، ولكنه روى ان المسيح الموعود عليه السلام كان يقوم برفع اليدين في الصلاه دائما. والمراد من رفع اليدين كما تعرفون أن يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة وحركة، وقد سجل حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الرواية كما هي، فقرأها البعض وكتب لي شاكيا بأننا قد انحرفنا كليا عما كان يعمل به المسيح الموعود عليه السلام. إذ كان يرفع اليدين في الصلاة ولا نرفعهما فقلت له لا شك أن هذه الرواية صحيحة وسوف أتأكد مما ورد فيها ولكني أخبرك بأمر يقين وهو إذا كان قاضي يوسف يعلم أن المسيح الموعود عليه السلام كان يقوم برفع اليدين فهل تظن أن والد الخليفة الثاني حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه لم يعلم بذلك، وأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تعلم بذلك، وأن حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه كان يجهل ذلك، وأن حضرة ميرزا شريف أحمد رضي الله عنه كان يجهل ذلك، وأن عمتي الاثنتين كانتا تجهلان ذلك، فإني لم أرى أياً من هؤلاء يقوم برفع اليدين. فهل تظن ان الجيل الاول من نسل المسيح الموعود عليه السلام صاروا متمردين عليه ومنحرفين عن عمله؟ عليك ان تعود الى الصواب اذ كيف يمكن هذا؟ ثم لما قمت بتحري الامر فوجدت في الكتاب نفسه تحت هذه الروايه تعليقا من حضره ميرزا بشير احمد رضي الله عنه قال فيه: لقد سجلت هذه الروايه كما سمعتها ولكني اشهد كوني ابنا للمسيح الموعود عليه السلام انه لم يكن يقوم برفع اليدين فما رايكم الان؟ هذا ما يحدث في التاريخ الحديث، فالروايتان لا غبار عليهما من حيث قواعد الروايه والسند، ولو كان في روايه القاضي محمد يوسف رضي الله عنه خلل او شك لما قبلها ميرزا بشير احمد رضي الله عنه، هناك احتمال ضئيل واحد لتسويغ هذه الروايه وهو ان الخليفه الاول رضي الله عنه كان يقول برفع اليدين في الصلاه فلعل حضرة قاضي يوسف سمع هذا عن الخليفة الأول ولكنه ظنه عن المسيح الموعود عليه السلام. وهناك احتمال آخر وهو أنه كان من عادة المسيح الموعود عليه السلام المباركة أنه لو وجد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بعمل ما ولو مرة فكان عليه السلام يقوم به مره على الاقل تبركا بسنته صلى الله عليه وسلم واحتسابا لله تعالى فمن الممكن ان يكون المسيح الموعود عليه السلام قد رفع اليدين في الصلاه مره او مرتين عملا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه وان كانت سنه مؤقته فقد ورد في الاحاديث صراحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام برفع اليدين في الصلاه احيانا فتحدث البعض لقاضي يوسف عن فعل المسيح الموعود عليه السلام هذا ولكنه نسي تفاصيل القصه لانقضاء مده طويله على الحكايه والمعروف ان مثل هذا الاشكال يحدث مع المرء طوال العمر فظن ان المسيح الموعود عليه السلام كان يرفع اليدين في الصلاه دائما متى راى هذا الصحابي المسيح الموعود عليه السلام وهو يصلي في البيت اما المسجد فلو كان عليه السلام يرفع اليدين فيه لشهد عليه الصحابه الاخرون فلا نجد أحدا يشهد على صحة ما يقوله قاضي يوسف لا من داخل بيته عليه السلام ولا من الخارج مما يدل على أنه سمع شيئا من غيره من دون أن يستوعبه جيدا أو بدون أن يبينه له صاحبه جيدا فرسخ هذا في ذهنه ورواه هذا ما يحدث في التاريخ الحديث الذي يقع أمام عيوننا فما بالك بالأحاديث التي جمعت بعد قرن من الزمان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أربعة أو خمسة رواة بينه وبينهم لو أيقنا أنهم لم يكذبوا فيما رووه فكيف نوقن أنهم قد استوعبوا ما سمعوه جيدا وحفظوا حفظا جعلهم لا يخطئون في نقله أبدا ثم لا ندري كيف روى الراوي الأول وما إذا كان بيانه واضحا كل الوضوح أم لا ذلك لأن كبر السن يؤثر في النطق فلا يلفظ المرء بوضوح في بعض الاحيان انني احيانا املي على العاملين معي بعض الامور فاجد عند المراجعه انه كتب لا مكان نعم ونعم مكان لا فما دام هذا يمكن ان يخطئ فيما امليه عليه جالسا امامه وجها لوجه فلم لا نسلم بامكانيه الخطا من الرواه عند نقلهم مع ان النسيان حقيقه بشريه ابديه هذا واجب على كل تقي منصف غير أننا لا نستطيع رفض الأحاديث لمجرد إمكانية الخطأ فيها، وإنما نرفض الحديث الذي ثبت الخطأ في نقله فعلا، أو إذا شهد متن حديثه أن من المحال أن يكون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مسوغ ثالث، فواجب كل إنسان فحص فحوى الحديث ومتنه، ومن حقه أن يأخذ الحيطة كلها خصوصا اذا ما كان يحسم حقوق الناس ومعاملاته بناء على ما ورد في القران والحديث والا فسيفتي بما يتعارض مع ما يريده الشرع هذا هو الامر الذي اثرته لقد وصلتني هذه الاحاديث والروايات من علمائنا في المركز بدون اي تعليق منهم مما يوحي انهم لم يروا من المناسب ان يعلقوا على قولي ادبا منهم غير أنهم أرسلوا هذه الروايات من كتب الحديث وكأنهم قالوا لي لعلك تظن أن هذه الرواية باطلة فها إننا نخبرك أنها قوية السند إذ وردت في روايات كثيرة بهذا المعنى في مصادر مختلفة هذا كل ما فعلوا وقد فهمت قصدهم وقد قلت أمامكم ما كان علي أن أقول حسنا انتهى هذا الموضوع مسلم كنت قد قلت كان المصلح الموعود الخليفة الثاني رضي الله عنه أيضا يرى أن الإرث يوزع وفقا لمبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأولاد فقط وليس بين الورثة الآخرين كلهم والعبارة الأصلية لحضرته أمامي وقد وردت في الدرس القرآني الذي ألقاه في العشرين من نيسان عام 1915 وقد قال حضرة ملك غلام فريد المحترم في تفسيره الوسيط بالإنجليزية إن الخليفة الثاني رضي الله عنه قد قال هذا في درسه القرآني عام 1915 والعبارة تقول يعني أولادك لقد تحدث الله تعالى في هذه الآيات عن حصص الورثة، وقد حدد نصيب كل واحد منهم. في البداية ذكر مبدأً عامًا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع أن هذا المبدأ يتعلق بالأولاد فقط، إلا أن البعض اعتبره مبدأً عامًا للسبب نفسه. يقول حضرة الخليفة الرابع هنا: لا يمكن القول أنهم اعتبروه خطأً للسبب نفسه. ولعله ورد هنا خطأ مطبعي إذ ورد أنه بناء على ذلك اعتبره البعض مبدأ عاما مع أنهم لم يعتبروه عاما لهذا السبب وهذا باطل لأن الله تعالى قد حدد نصيب المرأة بالربع ونصيب الرجل بالربع أيضا في مقرر فرمایا ہے اور مرد کا بھی ایک هذه الأيام تُكتب الأرقام بالحروف الإنجليزية وهي تبدو واضحة، ولكن في السابق كانوا يكتبونها بالحروف الأردية، فكانت الأربعة تشبه الستة جدا، فكانت لا تُقرأ بسهولة، خصوصاً إذا كانت الكتابة رديئة، وقد ظننت أن المكتوب هنا ستة مع أنه أربعة. فالمصلح الموعود رضي الله عنه ايضا يقول: ان مبدا للذكر مثل حظ الانثيين انما ينطبق على الاولاد فقط والا فستتغير الحصص، اما انا فزدت على ذلك امرا واحدا فقط وقلت اذا حل الابوان محل الاولاد اي اذا لم يكن للمتوفى اولاد وورثه ابواه فقط فينطبق عليهما ايضا مبدا لکری نسل و حضل اس قاعدہ کو اولاد تک ہی محدود سمجھیں گے میں نے جو زائد صرف بات یہ عرض کی تھی کہ اگر والدین اولاد کے محل میں ہوں اور سارا ورثہ پانے والے ہوں تو قرآن کریم اس اولاد والے حصے کو والدین پر بھی اطلاق کرتا ہے اور وہ بھی گویا محل اولاد میں ہو کر ایک اور دو کی رسم سے حصہ پائیں گے

فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يُوسين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية

غیر مدار وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم اور تمہاری میں پہلے سورة النساء الائے الثالثة عشر یترجم حضرتو من التفسیر الصغیر جو کچھ چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے کا آدھا حصہ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد موجود ہو تو جو کچھ انہوں نے چھوڑا اس کا چوتھا حصہ تمہارا ہے یہ حصے وصیت اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوئے مال میں سے بچے ہوئے مال میں سے ہوں گے اور اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہو تو جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے چوتھا حصہ ان کا یعنی بیویوں کا ہے اور اگر تمہارے ہاں اولاد ہو تو جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے آٹھواں حصہ ان کا ہے یعنی بیویوں کا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصے واقع ہوں گے اور جس مرد یا عورت کا ورثہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کا نہ باپ ہو نہ اولاد اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں حصے میں شریک ہوں گے وصیت اور مرنے والے کے قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کے لحاظ سے ہوں گے اور اس تقسیم میں کسی کو ضرر پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے اور یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے چونکہ وصیت کے مضامین میں الجھاؤ پایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ قرآن کے اندر وصیت مبہم طور پر میں حرگز نہیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن کریم اپنی ذات میں هناک اشکالات في مسئلة الوصیہ ليس لئے ان بیان القرآن عنها مبهم لا بل اران القرآن في حد ذاته كاف ولو تدبرناه حق التدبر لكشف لنا جميع مسائل الوصيه. لا شك ان الحديث يمدنا ببعض التفاصيل ولكنه لا يمدنا بما يخالف القران لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق الا بالوحي. لذلك عندما نبحث عن بعض التفاصيل في الحديث فذلك لاننا نريد السهوله اذ لا نريد بذل جهدنا في التدبر في القران بل نريد ان ناخذ ما ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من توضيحات تسهيلا علينا إذا لا يوجد في الحديث ما هو جديد ومخالف للقرآن الكريم، بل أصله موجود في القرآن حتمًا، وما دام هذا موجودًا في القرآن من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نستطيع الجزم لسبب الاختلاف في الروايات الحديثية ما إذا كان ما ورد فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، فعلى المرء أن يتدبر القرآن مستعينًا ربه بالدعاء ومتحليا.

غير أني تذكرت أني لم أكمل الحديث عن نصيب الحفيد أو الحفيدة في الإرث إذ بقي جانب من جوانبه وهو أنه لا يمكن تعميم هذا الحديث للاحتجاج به على إعطاء الحفيد أو الحفيدة نصيبا من الإرث لأن هذا الحديث خاص بحالة معينة إذا يموت شخص تاركا بنتا وأختا وحفيدة ولكن معظم الناس لا يموتون تاركين وراءهم بنتا وحفيدة فقط، بل يتركون وراءهم أكثر من ابن وبنت. وهذا الحديث يقول أن للحفيد حقا في الإرث إذا كان المتوفى ترك معها بنتا واحدة فقط. علما انه لا بد في هذه الحاله من الاعتراف بحق الحفيد ايضا اما اذا ترك اكثر من ابن وبنت فلا يحق لاحد بناء على هذا الحديث ان يعطي الحفيد شيئا بحجه انها بنت الابن المتوفى فلا يجوز الاستنباط من هذا الحديث الذي يتحدث عن حاله معينه ان جميع الحفداء والحفيدات ياخذون من الارث حتما هذا محال اللهم إلا أن يتصرف أحد تصرفا خائنا إذا إن نطاق العمل بهذا الحديث مخصوص ومحدود ولا يجوز تعميمه وإعطاء الحفيد نصيبا من الإرث فهذا غير منطقي اور اس سے امومي ہوں. <applause> هذا اخر ما اردت قوله بهذا الشان واعود الان ثانيه الى هذه الايه التي تلوتها انفا يقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الخطاب هنا للمجتمع لأن من مات لا يسمع ولا يتصرف في شيء في الدنيا. فهذا الإعلان الرباني هو للمجتمع لكي يعلم كل إنسان في حياته ماذا يجب أن يفعل بإرثه بعده، ولكي لا يقوم بما يتنافى مع هذا التقسيم الرباني فيجلب عليه عقاب الله، فلأنه صاحب ماله وعقاره وهناك احتمال ان يعطي احدا من اقاربه ما لم ياذن به الله لذلك خاطبه الله هنا اما بعد الموت فلا يملك اتخاذ اي قرار طبعا فيما يتعلق بقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فلا شك ان الرجل مخاطب فيه حيث قيل له انه سيرث نصف مال زوجته عند وفاتها اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مراد یہاں معاشرہ ہے اور سارے معاشرے کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ قوانین ہیں جو لازماً خدا کے احکامات ہیں ان کو تمہیں جاری کرنا ہوگا ان کی حفاظت کرنی ہوگی وہ یہ ہیں کہ اگر بیویاں مرتی ہیں اور ان کے اولاد ہے تو پھر باپ کو چوتھا حصہ ملے گا اس کے خاون کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہو تو خامد کو چوتھا حصہ اگر بیویاں مریں اور ان دونوں کی کوئی اولاد نہ ہو یا اس بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو باختصار الكلام هنا موجه الى المجتمع كله حيث اخبر الله افراده ان هذه هي قوانيننا ولا بد لكم من تطبيقها والحفاظ عليها وهي انه اذا توفيت الزوجه فلزوجها الربع ان كان لها اولاد من هذا الزوج او من زوج سابق وان لم يكن لها اولاد فلزوجها النصف اما النصف الباقي فسوف نرى فيما بعد من هم اقارب الزوجه الذين يوزعه القران بينهم كما سيدفع منه نصيب الوصية حتما، وهنا سنرى ما إذا كانت الوصية تدفع من تركتها كلها أم من النصف الباقي بعد دفع نصيب الزوج، وحسب معرفتي يتفق عامة الفقهاء على أن الوصية تدفع من كل الترك أولا، وإذا كان هذا صحيحا فسيدفع الثلث كوصية إذا كان أوصي بالثلث، ونصف الباقي يأخذه الزوج، ولكن المشكلة في هذه الحالة أن الباقي ليس نصفا حتى يقال إن الزوجة أخذ نصف ميراثها لذا فالزوج يأخذ نصف الميراث الكامل والثلث يدفع لمن أوصت بحقه والباقي يوزع بين الأقارب الباقين والفقراء صدقة لأن الإسلام يأمر بالعناية بالباقين والمساكين أيضا عند تقسيم الإرث. نقص پیدا ہو جائے گا اس لیے ہمیں لازمن یہ کہنا پڑے گا کہ ٹوٹل میں سے آدھا جو معین کر دیا گیا ہے وہ تو خاند کو ٹوٹل میں سے آدھا ملے گا اور ٹوٹل میں سے ایک بڑا تین بقیہ نصف سے نکالا جائے گا نصف ایک بڑا چار ایک بڑا دو ہے اور اس کا ایک بڑا تین اس نصف میں سے نکال کے بیوی کی مرضی سے جو جس کو دینا ہے وہ دے دیا جائے گا مرنے والی وہ ہے باقی جو ٹکڑا بچتا ہے وہ اقرباء کے حقوق غریبوں کے حقوق صدقات یا دور نزدیک کے رشتے دار قریبی وہ ان کو مل جائیں گے اور اسلام کی جو عمومی تعلیم ہے کہ مرتے وقت باقیوں کا بھی خیال رکھا کرو وہ اس حصے سے پوری ہو سکتی ہے ہوگی بات واضح اگر بیوی بی کی بجائے خامن مر جائے پھر کیا ہوگا اما في حالت الزوج تعالی ولہ روبو میں ترک تم علم یق اگر تم مر جاؤ بیوی بی کی بجائے تو جو کچھ تم چھوڑو گے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اس کا چوتھا حصہ بیوی بی کو ملے گا اور اگر تمہاری اولاد ہو تو آٹھواں حصہ بیوی بی کو ملے گا یہ <applause> جو حص تقسیم ہے حدرت ہو زائد ہوں ان سب پہ برابر اطلاق پائے گی سمجھے اور پہلی صورت میں اگر ایک بیوی فوت ہوتی ہے اور بھی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو مرنے والی بیوی کا ملے گا خاون کو اور باقی بیویاں بھی اگر مر جائیں پہلے تو پھر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا ورنہ وہ سب وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ لَهُ زَوْجَ نَصِيبُ اکثر إذن كان الحديث من قبل عن زوجة تموت حيث يأخذ الرجل من إرثها، وإذا مات الرجل تاركا وراءه زوجة واحدة أو أكثر فكلهن شريكات فيما حدد للواحدة، والطبيعي أن المرأة لو ماتت قبل زوجها فليس لها شيء من ميراثه، ولا يمكن أن تثار هنا قضية توريث الحفيد أو الحفيدة نفسها. ويقول الفقهاء أن النساء اللواتي يمتن قبل أزواجهن لا يمكن ان يعطى لهن شيء، وفي فقهنا الاحمدي ايضا اثيرت قضيه توريث الحفيد، ثم لم يحسم الامر. كانت لسيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه سبع زوجات في اوقات مختلفه، وكان له اولاد من معظمهن، ولما توفي كانت اثنتان من زوجاته على قيد الحياه، ولكن لما يثر اي من اولادهن ولا اي عالم في الجماعه سؤالا بان اولاد زوجاته المتوفيات لو كن على قيد الحياه لاخذوا من لذا يجب ان نعتبر زوجاته السبع كلهن شريكات في ثمن ميراثه وبالتالي يجب توزيعه على اولادهن جميعا بدلا من توزيعه على الاثنتين فقط. انما حصل هو ان الثمن وزع على زوجتيه الاثنتين اللتين كانتا على قيد الحياه وهما حضره السيده السيده مهر ابا المحترمه وحضره مريم صديقه ام متين. أطال الله بقاءهما مع الصحة والعافية ولم يعترض على ذلك أحد قط فلأن قضية توريث الحفيد كان من الممكن أن تثار هنا أيضا لذلك أشرت إليها توضيحا لكم أنه إذا قلتم بمبدأ وطبقتموه في مكان ولم تطبقوه في آخر فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل كبيرة وتتعرض الشريعة للاعتراض والطعن إنما المبدأ الأساس أن المرأة يرث لو كان حيا أما إذا مات فلا نصيب له في الإرث هذا هو الموضوع المذكور في هذه الآية ولكن الفقهاء لما قالوا وقالوا من مبدئهم الخاطئ مرة أدى ذلك إلى التعارض وهذا خطأهم هم ثم يقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن ها تم مرجع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين أي لو متم تاركين وراءكم أولادا فلزوجاتكم الثمن. لم يذكر الله هنا أولاد الزوجة، وذلك لأن ميراث الزوج لا يوزع بين أولاد تلك الزوجة فقط. إذ يمكن أن يكون له أولاد من زوجات أخريات، فالكلام الرباني حكيم جدا، فيقول الله تعالى: إذا كان لكم أولاد فزوجاتكم يأخذن ثمن تركتكم لا ربعها. مگر من بعد وصیت ان توسونا بہاودین یہ حصہ وصیت کے بعد نکالا جائے گا جو تم وصیت ہدا هو المبدا المسلم به عند الفقهاء وحسبه یقسم الميراث في جماعتنا ايضا ولكن الله تعالى يعلن هنا ايضا من بعد وصية توصون بها او دين اي ان هذا النصيب يوزع بعد دفع وصية الزوج المتوفى والدين الذي عليه اولا الوصية والدين يدفعان من الارث الكلي اولا ثم يأخذ اصحاب الحصص حصصهم يقول حضرته لاحد الاخوة لماذا تنظر إلى الساعة مرة بعد أخرى هل عندك أسئلة يقول الأخ نعم عندي سؤال بسيط يقول حضرته ولكن بسيطك يكون خطيرا عادة ويطول أيضا انتظر من فضلك حتى أكمل ترجمة معاني هذه الآية قبل الخوض في تفسيرها فلا يزال بعضها غير مترجم إن كان رجل يورث كلالة كل شخص ثم يقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أي إذا كان المتوفى الذي يقسم إرثه قد مات كلالة علما أن الإمام الرازي قد ذكر إمكانية تفسير لفظ الكلالة بمعنى غير معروف داعما إياه برواية من الحديث وقال يمكن أن تكون الكلالة صفة للوارث لا للمتوفى، ولكن أرى أن هذا سيؤدي إلى مشاكل كثيرة، فالأفضل الأخذ بالمعنى المعروف المسلم به والذي يدل عليه سياق الآية بكل جلاء، وهو أن الكلالة صفة للمتوفى الذي يقسم إرثه. وفي تعريف الكلالة أقوال شتى ونقاشات طويلة للفقهاء، سوف أتناولها غدا إن شاء الله. غير اني اخبركم الان ان سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه وبعض الائمه الاخرين وانا ايضا نرى ان الكلاله هو من لا وارث له من اصله ولا من نسله اي لا يكون ابواه حيين ولا يكون له اولاد فكيف يقسم ارثه بين اقاربه الاخرين هذا هو المبحث الذي يتناوله القران هنا وقد تناوله في موضعين مره هنا ومره في اخر هذه الصوره وعندما نصل إلى الموضع الثاني تجدون أن القرآن الكريم قد فرق في التقسيم في المكانين، لذا سيثار السؤال: لماذا هذا الفرق؟ مرد هذا الفرق إلى التقسيم في المكانين إلى اختلاف ورثة الكلالة فإذا كان له أقارب من صلبه فنصيبهم أكثر من الأقارب الذين ليسوا من صلبه، حيث يصير نصيبهم نصف الأولين. هذا هو السبب الذي من أجله جعل القرآن الكريم الفرق بين المكانين عند تقسيم الإرث بين أقارب الكلالة، حيث إن الحديث في آخر الآية هو عن أقاربه البعيدين والباقي غدا إن شاء الله تعالى. ان کے حقوق اس سے آدھے ہو جائیں گے جو قریب تر ہیں یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کلالہ کے کی تقسیم کے دو اصول پیش کیے ہیں ایک یہاں اور ایک اس کلالہ کے جس کے قریب کے رشتے بھی موجود نہیں نہ ماں باپ نہ اولاد نہ کوئی قریبی تو پھر دور والوں میں کس طرح تقسیم ہوگی وہاں اس کا ذکر ہے یہ انشاءاللہ باقی کل باتیں کریں گے پھر ٹھیک ہے السؤال أبكي بس سؤال. حسنا الان جاء دور الاسئله هل تريد ان تسال شيئا؟ تعال انت السيد انور. السيد انور ايضا من السائلين المحترفين ما شاء الله. وهناك سائلون محترفون من الكبار والسيد انور هو من السائلين المحترفين من الجيل الصاعد. تفضل

وقد دفع في حياته ما كان عليه من نصيب الوصيه من عقاراته كلها فهل يجوز له بعد ذلك ان يعطي في حياته احدا من اولاده اكثر من نصيبه المحدد في الشرع الاسلامي يجيب حضرته إنه قد دفع ما عليه من الوصية ويريد أن يفرق بين أولاده في تقسيم ما تبقى من ماله وعقاره، هل هذا ما تعني؟ لقد قلت مرارا أن في هذا نظرا، فيرى بعض العلماء أنه لا يحق له التفريق بين الورثة، بينما يجوز أن يعطي غير الورثة ما يشاء ولكن لن يعطي أكثر من الثلث. فمثلا لو كان له اربعه اولاد ذكور او اناث فلا يجوز له ان يعطي احدا اكثر من حقه الشرعي ولا ان يحرم احدا حقه كليا ولكن البعض يرى انه لا يجوز له الوصيه باعطاء احد من اولاده اكثر من غيره من الميراث اما في حياته فيجوز له ان يعطي من يشاء ما يشاء ولا يسال لماذا اعطى فلانا اكثر من غيره تو اس پر یہ حرف نہیں اٹھایا جا سکتا کہ تم نے فلاں کو زیادہ دے دیا ہے یہ جو بحث ہے اس کی یہ چونکہ بہت الجھی ہوئی ہے اس لیے معین طور پر حتمی طور پر ہر کیس کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جو حاوی ہو ان هذه معقدة فلا يمكن اصدار فتوى كل الحالات فمثلا يكون أحد أبنائه قد بلغ الثلاثين وقد أنفق على طعامه وشرابه كل هذه السنين كما أنفق الكثير على تعليمه العالي وتزويجه أيضا ولكن هناك ابن آخر لا يزال صغيرا لم ينفق عليه كثيرا لصغار سنه أو لتغير وضعه الاقتصادي هنا هل ما انفق على ابنه الكبير يطرح من نصیبه في الارث لأنه مأمور بالانفاق على اولاده بلا گا کہ مرنے کے بعد جو اس نے پہلے بچے کو دے دیا تھا وہ اس کی جائیداد میں سے منحا کیا جائے کیونکہ ایک انسان اپنی اولاد میں برابر تقسیم کا ذمہ دار ہے اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر باپ کا یہ حق بھی نہیں ہے إذا سلمنا بذلك، يحق للأب أيضاً أن أي يمتنع عن الإنفاق على ابنه العاصي مؤقتاً، وإذا فعل ذلك فهذا يعني أنه قد فرق في الإنفاق بين أولاده. من أجل ذلك قلت: إن هذا الموضوع ليس سهلاً لهذه الدرجة، حتى أعتبر سؤالك بسيطاً. هناك مشاكل وجوانب كثيرة لهذا الموضوع، لذا ستتغير الفتوى بتغير الظروف في كل حالة، وعموماً إن من المسلم به أن كل إنسان يمكن أن يعطي في حياته من ماله من يشاء من أولاده. ولكنه إذا أعطى البعض ولم يعطي البعض بسوء نية مبدلا أحكام الشرع الإسلامي أو مخالفا لها فيصبح للموضوع ثلاثة أشكال أحدها أن يوزع ماله فقط من دون عقاره وفي هذه الحالة هناك احتمال أن لا يقع تحت طائلة القانون إذ لا نعرف هل تصرف هكذا ممارسا حقه العادي في الإنفاق أم تصرف بسوء نية والثاني أن يقسم عقاره بالتفريق بين الأولاد، وعندها سوف يثار ضده ألف سؤال وسؤال، وقد أثاره الكثيرون، ولكن لا يزال هناك إشكالات كثيرة بهذا الصدد، وعندي أنه لا يزال هناك مجال للبحث الكثير في هذا الموضوع، والثالث أن يوصي بما يغير بعد وفاته حصص أولاده المحددة في القرآن، ويثار عندها السؤال هل يتم العمل بوصيته أم لا؟ هذه قضية أخرى لم أثرها بعد، ولكن سأتناولها فيما بعد. يرى البعض أن وصيته الخاطئة غير نافذة، وبالتالي لن يفرق بين أولاده عند تقسيم الإرث، بل سيوزع بينهم كما أمر القرآن الكريم، ولكن يمكن هنا أن يقول آخرون إن وصيته نافذة، إذ قام بها في حياته حينما كان له حق التصرف بامواله غير انه يعد آثما عند الله تعالى اذ قام بوصيه خاطئة فباي الرايين يجب ان يكون العمل هذا موضوع لا يزال قيد البحث قدوس درسے کہا جا سکتا ہے کہ گنہگار تو ہوگا خدا کے نزدیک لیکن چونکہ اپنی زندگی میں وہ وصیت کر چکا ہے اور جب وصیت کی تھی تو اپنے مال پر تصرف کا حق رکھتا تھا فبعض الناس يكونون راضين عن بعض اولادهم وساخطين على البعض، فيحرمونهم مالهم، والسؤال الان، هل لديهم مسوغ شرعي لحرمان اولادهم من اموالهم لسخطهم عليهم؟ اذا كانت الطاعه والاحسان حق الوالدين على الاولاد، ولكن بعضهم لا يؤدي لهما هذا الحق، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا جاز للوالد في حياته حرمان ولده من ماله، فهل يجوز له أن يحرمه منه بعد وفاته أيضا؟ لذلك قلت: إنها أمور معقدة ولا يمكن الجزم فيها في هذا الوقت. وعندي ان على اهل العلم من جماعتنا ان يقوموا بالمزيد من البحث والتحقيق بهذا الشان اخذين في الحسبان كل الاقوال والروايات الاساسيه الوارده في هذا الصدد ثم اذا جاءني السؤال من خلال دار الافتاء في الجماعه فسوف ابدي رايي عندها ان شاء الله جزاك الله جزاك الله جزاك اللح جزاك اللح. جزاك اللح. جي. جي جي يقول حضرته عند رؤية الأخ عبد الرشيد: نعم، الأخ عبد الرشيد المحترم إنه بمنزلة عملة متداولة دوما. أين كنت غائباً كل هذه المدة؟ لم تسال شيئا كنت تسال في كل مجلس اخر ولكنك صامت في هذا السيد عبد الرشيد سيدي ان هذا المجلس صار عالميا فاريد ان اعطي الاخرين الفرصه حضرته نعم هذا الدرس عالمي بلا شك يقول حضرته لسائل آخر ما هو سؤالك؟ السائل عندي ثلاثة أسئلة قصيرة بناء على ما سمعت في دروس الأسبوع الماضي لو تكرمت بالرد عليها يقول حضرته تفضل يقول الأخ السؤال الأول يتعلق بتقسيم التركة وهو إذا تعارضت أحكام الشرع مع قوانين البلد فكيف نتصرف؟ کہ متصادم ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا اسلامی شریعت تو متصادم نہیں ہوگی ملکی قانون متصادم ہو جائے آه، میرا مطلب یہی ہے کہ دونوں یجیب الشرع لا يتعارض بل قوانين البلد تتعارض لذا يجب أن تقول إذا تعارضت قوانين البلد مع أحكام الشرع فكيف يكون التصرف كنت قد اجبت عن ذلك في احد الدروس ويبدو انك لم تحضر قلت اذا تعارضت قوانين البلد مع احكام الشرع لا نستطيع تطبيق الشرع بالقوه غير ان كل من ياخذ نصيبا اكثر مما يعطيه الشرع محتجا بقوانين البلد فانه اثم وغاصب لحقوق الاخرين وسوف يقال يوم القيامه بانه قد اخذ مالا لم يعطه الله تعالى محتجا بقانون البلد. السائل حسب قانون هذا البلد تاخذ المراه نصف مال زوجها المتوفى يجيب حضرته هذا ما اقصده بالضبط. ان قانون البلد يمنح المراه النصف ولكن الشرع يقول اعطوا اولاده كذا وكذا واتوا غيرهم كذا وكذا واتوا الزوج الثمن او الربع إذا لم يكن له أولاد، ولكن الزوجة في هذه البلاد إذا أخذت النصف فهو تصرف حرام منها، ونحن لا نستطيع منع القانون من ذلك، ولكن ما دام قانون هذا البلد يخبرها بأن لها أن تعطي مالها من تشاء برضاها، فمن واجبها أن ترجع فوراً الأموال الزائدة من نصيبها الشرعي إلى الورث الآخرين كما يقول لها الشرع. <سؤال> السائل والسؤال الثاني هو لقد قال السيد أن الرسل أتوا إبراهيم بالبشرى بولادة إسماعيل وإسحاق عليهم السلام وهذان حادثان منفصلان يجيب حضرته لقد قدمت بهذا الصدد آيات من ثلاثة مواضع مختلفة من القرآن الكريم، وكنت أريد المزيد من تحري الأمر، والحديث في الموضع الأول لا يتعلق بولادة إسحاق بل هو متعلق بولادة إسماعيل عليهما السلام. السائل: كان الرسل ذاهبين إلى لوط عليه السلام في الحادثين. حضرته يجيب: ولكن في الحادث الأول ليس هناك ذكر للوط. السائل هذا ما اريد ان اساله حضرته كنت اوضحت ذلك عند تفسير تلك الايات يقول حضرته لسكرتير الخاص اخرج لي تلك الايات ليس هناك ذكر لوط عليه السلام اذ لو كان لقلت بان هناك إمكانية لهذا الأمر. كنت على ما أذكر قلت ذلك بعد التأكد من الأمر غير أنه يمكن أن أكون قد أخطأت سهوا. سأتأكد من الموضع الأول أيضا. إن ذكر لوط عليه السلام واضح في الموضعين الآخرين. إذ دخلوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون هذه الآيات يقول الله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون هذه هي الآيات التي قلت لعلها تتحدث عن البشرى بولادة إسماعيل عليه السلام إن منكم وجلون يعني إننا نخافكم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ أي كيف تبشرونني بالولد وقد غلبني الشيب؟ قالوا بشرناك بالحق ولا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اي كيف يمكن أي ييأس المرء من رحمه ربه الا اذا كان من الضالين. قال فما خطبكم ايها المرسلون. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم لو اجمعين الا امرأته قدرناها انها لمن الغابرين. يترجم حضرته. کیونکہ وہاں میں نے پڑھ کے ختم کر دی تھی اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ نہیں قوم مجرمین تک تھا لیکن مجرمین کے بعد پھر لوت والی بات آگئی ہے اچھا کہ آپ ايه نے سوال اٹھا دیا ورنہ یہ غلطی رہ جاتی أي ما هو هدفكم الأساس من وراء زيارتكم فترى أن لوط عليه السلام قد ذكر هنا أيضا بينما كنت تقول أنه لم يذكر في هذه الآيات لأنني كنت لم أكمل تلاوة الآيات كلها فظننت أنه لم يذكر هنا فلما جاء على لوط يقول: اب بات يه هي. كي هي آل لوط كي اگر قد احسنت فتح فتح صنعا اذا وجهت هذا السؤال والا لم يكن تدارك هذا الخطأ والسؤال الان اذا كان الملائكه قد اتوا ابراهيم في المرتين لكي يخبروه باهلاك قوم لوط فلماذا سالهم ابراهيم عن قوم لوط في المره الثانيه ايضا؟ هل فهمت قصدي؟ لقد قال لهم ابراهيم: قالفم خط مکم عی حلم السلون قعل النا ارسلّا علاق و مجرمین السول الدی اسر تو منطقی جد ٹھیک ہے اس کی اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑے معقول اور جائز سوال ہے میں نے کیوں حضرت اسماعیل پر اس کو اطلاق کرنے کا امکان پیش کیا تھا ولماذا قلت ان هناك امكانية لان تكون هذه الايات متعلقة بالبشرى بولادة اسماعيل؟ علما انني لم اجزم في ذلك وانما قلت بامكانيته، السبب هو انه لا ذكر في هذه الايات لاية زوجة لابراهيم، بل هو الذي يتلقى البشرى مباشرة، ولذلك يقول كيف تبشرون بذلك وقد مسني الشيب؟ اما في الموضعين الاخرين فقد ورد فيهما ان السيده ساره هي التي تاتي وتقول لدى سماع البشرى كيف الد وانا عجوز عقيم ولذلك قلت إن هذا المشهد يوحي وكأنه متعلق بولادة الابن الأول أما في الموضعين فالبشرة تتعلق بولادة الابن الثاني لأن الزوجة التي ستلد هي التي تتعجب وتقول كيف ألد وأنا عجوز عقيم الموضع الأول لا يذكر استغراب الزوجة بالبشرة وفي الموضعين الآخرين لا ذكر لاستغراب إبراهيم في الموضع الأول يقول إبراهيم للملائكة قد صرت عجوزا فيقولون نعم ولكن سيحدث كما نقول لك من لذلك ذلك أرى أن الحديث في الحديث الأول كان البشرى بالابن الذي ليس من سارة، ولذلك قال إبراهيم كيف يكون لي ابن وأنا شيخ كبير؟ أما زوجته التي ستلد هذا الابن أي إسماعيل فكانت شابة فلا يمكن أن تقول أنا عجوز وكيف آية؟ <applause> ثم إن سارة كانت سيدة البيت، فما كان لهاجر أن تتدخل في الأمر وتقول: أنا التي سألد هذا الابن. فالموضوع واضح، ففي الموضع الأول يتلقى إبراهيم البشرى بولادة الابن بدون أي ذكر لأي زوجة، فيقول هو كيف أنجب وأنا كبير السن، لذا لا أرى مشكلة في القول

وقد ضربت على ذلك مثال تلقي السيدة مريم بشارة ابنها، فحينا نقرأ أن الله تعالى أخبرها بذلك، وحينا آخر نقرأ أن الملاك تمثل لها بشرًا وبشرها، فالبشرى الواحدة تذكر مرارًا وبأساليب مختلفة، السائل سيدي اما انا فقد فهمت الامر تماما حضرته مهلا بقي السؤال هل كان هؤلاء الملائكه ذهبوا واهلكوا قوم لوط عليه السلام بعد تبشير ابراهيم بالولد ام لا؟ هذا السؤال يثار في المواضع الثلاثه هل فهمتم؟ فامامنا الان مشهد اخر تماما وهو لو قلنا إن هذه الآيات في المواضع الثلاثة تتحدث عن حادث واحد مع الاختلاف في أسلوب البيان فهذا محال، لأن اختلاف الكلمات بين هذا الموضع والموضعين الآخرين واضح جدا، حيث لا يطمئن القلب إلى القول بأن الآيات في المواضع الثلاثة تتحدث عن حادث واحد <applause> اما اذا قلنا ان الحديث في الموضعين الاخيرين هو عن حادث واحد آخر وهو البشارة للسيدة سارة بالابن، حيث إنها موجودة في المشهد وشريكة في الحوار، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كان الموضع الأول يبدو متعلقًا بالحادث الأول وهو البشارة بإسماعيل، فلماذا تطرق الحديث عن إهلاك قوم لوط عليه السلام في الحادث الثاني؟ مع أن إبراهيم قد أخبر به من قبل، ألم يكون قد أخبروه بهلاكهم في المرة الأولى؟ الگ ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں احتمال م. یا امکان ہے تو پھر لوت والی بات اس میں بھی کیوں آ گئی کیا اس کے بعد انہوں نے لوت کی قوم کو ہلاک نہیں کر دیا تھا یا ہلاک کی ہلاکت کی خوشخبری نہیں پہنچائی تھی کہ دوسری دفعہ پھر جب آتے ہیں پھر وہی لوت والی بات چھٹ جاتی ہے تو اس کا یہ صرف ایک امکان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قرین قیاس ہے خواہ نسبتاً دور کا ہو وہ, وہ یہ ہے کہ بلکہ میں سمجھ دور کا بھی نہیں جو ہلاکت کی خوش پیش پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ آنن فانن فوراً پوری نہیں ہوا کرتی وهو أن أنباء الهلاك لا تتحقق فورا بل تستغرق وقتا حيث تتهيأ الظروف لذلك فأحيانا يتم النبأ بهلاك قوم ولا يتحقق فورا بل لا يتحقق إلا بعد عشر أو عشرين سنة فليس من المستبعد عقلا أن يكون الأمر كالآتي في المرة الأولى كانت البشرى بولادة إسماعيل وكان الحديث مع إبراهيم إذ يخلو الحادث من ذكر أي زوجة وانما ابراهيم هو الذي يذكر كبر سنه اما في الموضعين الاخيرين فلا يذكر ابراهيم شيئا من هذا فعلمنا ان هذا حادث منفصل حيث اخبروا ابراهيم بولاده الابن وبهلاك قوم لوط ولكنهم لم يهلكوهم فورا او لم يذهبوا الى لوط لاخباره وهذا هو الاولى لقد قالوا لابراهيم نحن الملائكه قد نزلنا لإخبارك أن هلاك هؤلاء القوم وشيك؛ لأن التنبيه والإنذار واجبنا. لقد قالوا: أرسلنا إلى قوم مجرمين. وفيه تنبيه لإبراهيم أيضا، فكلمة مجرمين قد وردت قبل ذكر قوم لوط، مما يعني أن مفهوم الإجرام ينطبق على كل من قوم إبراهيم وقوم لوط عليهم السلام. وعندما ننظر الى الموضوع بهذا المفهوم الاوسع فهناك احتمال انهم تحدثوا في المره الاولى عن هلاك قوم لوط كحديث زائد، اذ كان في كلمه قوم مجرمين خبر باهلاك قوم النبيين، وعندما اتته الرسل مره ثانيه اعاد عليهم ابراهيم سؤاله: ما هو خطبكم هذه المره؟ غير أن الأكيد أن المواضع الثلاثة تتحدث عن البشارتين هذا لا شك فيه علما أننا لا نناقش هنا ما إذا كان الحديث عن البشارتين أم لا إنما نناقش هنا هل حادث نزول الملائكة كان من أجل الإخبار عن بشارة واحدة أم عن بشارتين منفصلتين ذكرتا بأساليب مختلفة هذا هو السؤال يقول حضرته هل الموضوع مذكور في سورة الذاريات أم في الصفات ثم يقول ها هو يقول الله تعالى عن إسماعيل فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ثم يقول عن إسحاق: "فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ"، فهنا نسب الله التبشير إلى نفسه، فالبشارتان بالابنين لا شك فيهما، إنما نناقشه هنا ما هو الفرق بين الموضع الأول وبين الموضعين الأخيرين، إذ يمكن أن تكون البشارتان قد تمتا في حادثين منفصلين، كما هو مذكور هنا، هذا أمر لا يمكن رفضه. ولكن الاشكال هو انه في الموضع الاول ايضا ذكر ان الملائكه ذهبوا الى قوم لوط وفي الموضعين الاخرين ذكر انهم ذهبوا الى قوم لوط وما دام هناك حادثان منفصلان فلماذا اعاد ابراهيم السؤال نفسه في المره الثانيه قائلا فما خطبكم؟ في المره الاولى هو تلقى البشاره بالابن وفي المره الثانيه زوجته تلقت البشاره بالابن وفي المرتين سال ابراهيم السؤال نفسه فما خطبكم؟ فالسؤال هنا لماذا لم ينزل العذاب على قوم لوط عليه السلام بين الحادثين؟ وحاولوا ان اجد احتمالات ممكنه للاجابه والاحتمالات الثلاثه الممكنه هي كالاتي في بعض الاحيان بل في معظمها يدلى بنبا هلاك قوم ولكنهم لا يهلكون فور نزول النبا بل يستغرق هلاكهم بعض الوقت فاحيانا ينتظر هلاكهم عشرين بل ثلاثين سنه لذا يمكن ان يكون الملائكه قد جاءوا ببشاره اسماعيل في المره الاولى فولد وترعرع ومن البدهي ان البشاره في المره الثانيه كانت عن ولاده اسحاق اذ كانت ساره عجوزا ولذلك قالت كيف تبشرونني انا العجوز أما لو قلنا أن البشارة في المرة الثانية كانت عن ولادة إسماعيل فهذا يتعارض مع الأمر الواقع لذا إنني لا أزال أميل إلى أن البشارة التي وردت في قوله تعالى إن منكم وجلون تتعلق بولادة إسماعيل إذ كيف يمكن أن تتم البشارة بولادة إسحاق مع أن إسماعيل لم يولد بعد ذلك سيعني أنه ليس هناك أي بشارة بحق إسماعيل جد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان من المقدر ان يولد من نسله سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي كان سينور به الكون كله. فما دامت البشاره الاخرى المذكوره في سوره الصافات ايضا تبين بجلاء ان هناك بشارتين منفصلتين فليس من المعقول ان يدلى بالنبأ بولاده اسحاق قبل ولادة اسماعيل، لذا فالبشارة بولادة اسحاق انما هي في الحادث الذي تذكر فيه السيدة سارة مرارا، ولا بد ان تكون البشارة الاولى قد تحققت حتما، اعني ان يكون اسماعيل قد ولد، ليأتي بعدها دور السيدة سارة التي تقول: كيف تبشرونني وانا امرأة عجوز عقيم، فيقول الله لها: هكذا سيحدث. فكان سؤالها في محله. يقول حضرته للسائل: لقد تمت الاجابه عن سؤاليك وستوجه سؤالك الثالث يوم الاحد القادم بعد ان يوجه الاخ عبد الرشيد سؤاله. حسنا